تعددت ذرائع الإدارة الأمريكية لتبرير الهمجية الصهيونية في قطاع غزة، واستمر تحت غطائها الدبلوماسي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر، استشهد خلالها قرابة 35,000 شهيد. لم يعرف لواشنطن طيلتها موقف ينادي بوقف جرائم حليفه الصهيوني قبل أن يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معترفاً لأول مرة بمقتل المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أمريكية. تصريحات بايدن وإن لم تفاجئ الرأي العام الدولي بما أن العالم كله يعلم أن إدارته تدعم الكيان عسكرياً، فالإدلاء بها في هذه المرحلة سابقة سياسية. هذا التصريح أخذ بعداً واسعاً وكبيراً في الإعلام الإسرائيلي، لكنه هو إجراء تكتيكي للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية لمسألتين. المسألة الأولى للضغط عليه من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إلى هدنة وتبادل الأسرى، والأمر الثاني لعدم ذهاب نتنياهو لاجتياح بقية مدينة رفح، لأنه الآن هو يفتح جزءا منها وهو الجزء الشرقي في محافظة رفح وجزءا من المدينة التي تصل إلى بعض الأحياء القريبة من معبر رفح. ارتبطت تصريحات التورط الأمريكي في إبادة الفلسطينيين بقرار إدارة بايدن تعليق شحنة أسلحة للكيان الصهيوني، اعتراضاً منها على الاجتياح الواسع لرفح جنوب القطاع حيث تمضي سلطات الاحتلال التي لم تتجرع الموقف الأمريكي الأخير. هناك بعض التحفظات والانتقادات اللاذعة التي كانت تخرج من الإدارة الأمريكية بالعموم وعلى لسان بايدن على وجه الخصوص، لكن أعتقد إلى حد كبير أنها تذهب باتجاه ربما اشتباكات في التصريح واشتباكات إعلامية تكتيكية في إطار ربما تحقيق الطرف الأمريكي بعض المكتسبات، وفي المقابل الطرف الإسرائيلي أعتقد إلى حد كبير أنه يعني يتعامل مع الجانب الأمريكي بالمساومة. الأمريكيين لا يريدون دخول الإسرائيليين إلى رفح لأنهم يعرفون مغبة الأكلاف الإنسانية الباهظة في حال الدخول. الجانب الإسرائيلي يحاول ابتزاز الطرف الأمريكي ليبقى داعماً ومستمراً في كل هذا الدعم. هي المرة الأولى التي يقيم فيها الرئيس الأمريكي شروطاً علنية على سياسات الكيان الصهيوني، يرجح محللون ارتباطها بالضغوط المستمرة من الديمقراطيين ومن انتشار مظاهرات تدعم القضية الفلسطينية، ولكليهما أثر يخشى بايدن تأثيره السلبي على الحملة الانتخابية التي يسعى فيها لولاية ثانية.